ايه بدنا نلعب. هلا في حاله التحضير كان البيت هنا معتمد في حتى تعود نحضر السر ونحضر الاخوان. بعد حيجي الدور الجمهوري المفروض انه يكون لدي جانب معنا اكثر لذا يوصلكم اكثر. معنا الجمهوري اول اول بعد التحضير حنفعل ريلايننج للجمهوري معناته معنا دايركت تكريم في العياده. بفعل ريلايننج ودخل الجمهوري لداخل الاسنان. اول ما حيخرج طبعا هو حيحضر في دايركت الوسط اللي موجود معنا من البدايه. الجمهوري لما حيخرج من الاسنان حيكون في خطين، خطين بارزين. الخط الداخلي بالسهم الابيض والخط الخارجي بالسهم الاصفر. هذا الخطين اللي معنا. الخط الداخلي اللي شيء اللي يستشف او في جبال سيركس، والخط الخارجي بوزيشن او في جبال وين ما كان. ما بين حول الخطين احنا بنقدر نتحكم بالجيجيبا واستجابه الجيجيبا فيما بعد بالجبال. طبعا الاستشف إلى واحد مليم فقط، إحنا حنكون دخلنا أكثر من واحد مليم، لأن إحنا دخلنا إلى البيت أو أخذنا جزء من الأتاش جيجيبا، لكن التمبولاني حيكون إلى واحد مليم فقط. هذا التمبولاني اللي مكانه، بس التمبولاني إلى الآن، بتكون جلسة الفولو أب بعد 8 ويس اللي حيكون حصلت الشمس الاستجابة. بعد 8 ويك حنشيل التمبولاني ونفعل ايفالويشن للجلد جايبا. ايش اللي حصل في 8 ويك؟ حصل في تلت للجلد جايبا مارجن ورجعت لنا يبكي حول السن. طيب انا هرجل الفيديو واللي سالت قبلها الدكتور محمد النصوري لما وصلت الفيديو والان اكيد حيشاهد الدكتور محمد شعلة علشان بس فكره ايش انا شعلة اسف والله اسف خلاص. دكتور انا شعلة. طيب احدى الدراسات انه سميتو انه جانسر حصل لها بي وجيماتيشن وفوتو كارستريشن اللي حيحصل بعد البليدنج ولأن التمبولاري موجود حيحصل بلاد كلوت. البلاد كلوت الموجودة في الأبيكا ليجن ستبلايزنج ذا بيزنس اوف انترانستريشن. البلاد كلوت حتحفز الفيبرو بلاست ديفرنشيشن حيحصل جنجيفا تيشو جروب. حيتكون معانا نيو بيريوتيكال ستراكشر نيو انجنس مورفولوجي بسبب الانتراين ريستريشن. بيضل بالنص ويكون تيك مارجن بالعكس بيفعل مشاكل من الجنجيفا. اتوقع هذا
تقريبا الفكره نفس فكره الروب بلاننج. احيانا الروب التركيز يكون على سطح البروستاشا وينسى ان سطح النفس داخل البوكيت داخل يحتاج الى سكابينج وبلاننج. فكره الروب بلاننج هي اكثر حاجه بيعملها الفايروس في شغل بلاننج عشان في شغل يحافظ من الانفكشن ومساعدة الجلد على العودة والله القوية. طبعا بس الشرط اللي بيكون في هذه الحالة ان البوكيت ما فيش فيه بوكيت. لان بيتطور بيكون معنا حاجة تسلسل الفينش
المارجن ميزان فقط عشان حيقدر يخليها تغني الى اقل فتنس ما بتغنيش اوفر كنترول داخل الصدر ومعناته اذا سوي ميزان زرابيك حتكون في بوستيريا كمان تركيبات الزرقونية حتكون مناسبة للمعالجة البيضة اللي نحضر لها بيولوجيك اورينتد بريبريشن حالات الشوك دي زي هذه الحالة اصلا بتفشل التركيبة لانها تصير الشوك ما فيش ريبريشن فحتكون مناسبة جدا للبيولوجيك اورينتد واللي بندخل من شيء اسمه ما جابش ما ندخل داخل السرطان المطول السريع Yeah.